السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا مبروك فوز النادي الزمالك على نظير نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، وطبعا مباراة طبعا على أثرها يحتل النادي الزمالك المركز الأول متصدرا ومنفردا مؤقتا لحين إشعار آخر، وغدا طبعا مباراة النادي الأهلي. طبعا إن شاء الله بإذن الله كده نتمنى طبعا كل موسم يكون هذا الجو، مباريات حتى الزفير الأخير من عمر المسابقة إذا كان في الصدارة أو في القاع تحت، يعني ده شكل كويس جدا، دوري قوي جدا. طبعا بدل ما الأهلي ياخد الدوري ولسه فاضل 6 أسابيع ولا 8 أسابيع، ولكن هذا الدوري له شكل آخر هذا الموسم. وطبعا بنبارك وبنهني المرة الثانية فوز الزمالك على نظيره نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف. طبعا تعليمات القيد بتاعت الاتحاد المصري لكرة القدم لموسم 21-22 طبعا نزلت النهاردة، وزي ما توقع وانفرد برنامج ملاعب بلدنا بمعظم ما جاء في تعليمات القيد لمسابقات الناشئين. طبعا قرار الاتحاد المصري لكرة القدم فتح القائمة الأولى طبعا للموسم 21-22 يوم 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل إن شاء الله، على أن تنتهي القوائم الإضافية بالترتيب: القسم الأول في 20 سبتمبر، والقسم الثاني في 22 سبتمبر، والقسم الثالث يوم الجمعة 24 سبتمبر، والقسم الرابع 29 سبتمبر، فيما يمتد قيد الناشئين حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حتى 1/7/10 إن شاء الله. وطبعا برضو رجعنا تاني كنا بنناشد بنقول يا ريت فترات القيد الناشئين كل أول أسبوع من كل شهر، وطبعا بالفعل الحمد لله رب العالمين تمت الاستجابة، وطبعا قيد الناشئين كل أول أسبوع من كل شهر إن شاء الله بإذن الله، وتنتهي فترة القيد الأخيرة في شهر يناير بإذن الله موسم 22 طبعا حتى 31 يناير تنتهي فترة القيد الثانية والأخيرة. طبعا إلغاء مرحلتي 2002 و2004 برغم طبعا الكثير من العقلاء والكثير من طبعا المهتمين بقطاعات الناشئين بعدم الإلغاء، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم أصر على إلغاء مرحلتي مواليد 2002 ومواليد 2004، واللي عمله جديد السنة دي طبعا زود عدد القوائم من 25-30 لاعبا في كل مرحلة سنية. أما الفريق الأول في جميع الأقسام 30 لاعبا يتم قيدهم، الممتاز ألف 5 أجانب، الممتاز ب طبعا لاعبين من الأجانب، القسم الثالث طبعا لاعب واحد فقط لاعب أجنبي، ما عدا طبعا من مركز حراسة المرمى لابد ويشترط أن يكون لاعبا وجنسيته مصري. بالنسبة برضو للقوائم قلنا 30 لاعب لكل مرحلة سنية زي ما انفردنا، وانفردنا أيضا بمواليد 99 مرحلة طبعا 99 و2000 و2001، مرحلة قائمة منفصلة بعدد 5 لاعبين ده إجباري طبعا، يبقى كده القائمة هتبقى 35 لاعب بالنسبة لجميع الأقسام 30 لاعبا وقائمة منفصلة خاصة بمواليد 99، دي حاجة كويسة برضو عددها 5 لاعبين. طبعا برضو الناشئين 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 دخلت ناشئين هذا الموسم، أما البراع من مواليد 2009 و2010 و2011 و2012 يتم تسجيل عدد برضو انفرضنا وقلناها على الهوى طبعا قيد اللاعبين البراعم عددهم 50 لاعب، والحمد لله طبعا بالفعل تم قيد أو سماح بقيد 50 عدد 50 لاعبا في جميع المراحل في قطاع البراعم.
طبعا الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله هيبدا في منتصف شهر سبتمبر باذن الله او اول شهر 10 الموسم الجديد، وان شاء الله باذن الله يكون موسم طيب لاولادنا الناشئين ويكون موسم قوي. ولكن كان في بس بعض علامات الاستفهام عن الغاء مرحلتي مواليد 2002 و2004، ما كانش لها لازمه لان انت لاغي مواليد 99 ومواليد 2000 كده ال 2002 وال 2004، ولكن ابنائنا اللاعبين مواليد 2002 هاتين المرحلتين طبعا زياده عدد القوائم ل 30 برضه دي حاجه كويسه لان كانت 25 الموسم الماضي، لكن دي حاجه كويسه. اللاعبين المميزين من مرحله ال 2002 هيتم تصعيدهم مع مرحله ال 2001، واللاعبين المميزون من مرحله ال 2004 سيتم تصعيدهم لمرحله ال 2003. طبعا بالنسبه لقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي طبعا بنستضيف اللاعبين المميزين والموهوبين اللي انضموا حديثا لقطاع الناشئين بنادي المصري السلوم اف سي احد انديه الممتاز به. معي لاعبين جيدين من مواليد 2004 اللاعب رأفت محمد بلبول. اهلا وسهلا رأفت. اهلا وسهلا، اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله تمام، منورنا كده. منورك يا فندم. انت منين بقى؟ محافظه دمياط. دمياط ان شاء الله. بلبول يبقى طبعا دمياط. ومعايا اللاعب الجميل اللاعب علام احمد شحاته مواليد 2005. انا علام، مبروك. ايه عامل يا حبيبي؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. طبعا قبل ما ابدا حديثي مع اللاعبين معايا الكابتن اسلام محمد المراسل البرنامج. اهلا وسهلا استاذ محمد. استاذ اسلام حبيبي يا كابتن احمد، مساء الفل على حضرتك، تحياتي لحضرتك، تحياتي لفريق العمل برنامج ملاعب بلدنا، تحياتي للنجوم اللي مع حضرتك. استاذ اسلام طبعا انت شاهدت مباراه نادي الزمالك والاتحاد والتي انتهت بفوز طبعا الزمالك بهدفين مقابل هدف وتصدره منفردا على قمه الدوري. طبعا لحين اشعار اخر غدا الاهلي معاهم مباراه غدا، انت رايك في هذه المباراه والمباراه اللي اقيمت بين سيراميكا ومصر المقاصه اللي انت حضرتها بالفعل؟ خليني في البدايه بس احيي حضرتك شخصيا، احيي برنامج ملاعب بلدنا على الانفرادات اللي حضرتك بتنفرد بيها خاصه في قطاعات الناشئين والقوائم والكلام ده كله. كنت حضرتك اول من يشير لهذه القوائم بالاعداد بتاعتها بالمواعيد بالتواريخ بكل حاجه، فخليني اولا اشيد بحضرتك، اشيد ببرنامج ملاعب بلدنا، اشيد بكل القائمين طبعا على قناه الصحه والجمال والاعداد وكل الناس اللي بجد بتنجح البرنامج ده. دي شهاده حقيقيه لازم الاول ان احنا نشيد بيها كابتن احمد بجد يعني، حبيبي استاذ اسلام حبيبي، وبجد بالتوفيق دايما. في البدايه طبعا خليني بس ابارك لك الاول على فوز الزمالك النهارده. طبعا هبارك لك لمده 24 ساعه لحين انتهاء مباراه الاهلي والاسماعيلي طبعا. خليني برضو اقول لك ان كانت مباراة جيدة طبعا من الطرفين. الاتحاد عمل مباراة جيدة، الكابتن حسام حسن كمان بصفة شخصية كمان الراجل بيحب ان هو دايما يلعب على الفوز، بالنسبة له التعادل هو هزيمة، فالكابتن حسام حسن كان بيلعب جيم مفتوح النهاردة قدام نادي الزمالك. كانت مباراة سجالة كابتن اسلام طبعا يا كابتن احمد، هو ده اللي انا عايز اقول لحضرتك ان الناس كلها اتعودت من التوأم كمان. وخليني برضو من خلال حضرتك اشير لحاجه مهمه جدا، النهارده عيد ميلاد التوأم العام الرابع والخمسين طبعا، فخلينا نقول لهم كل سنه وانتم طيبين من خلال برنامج ملاعب بلدنا. فخليني اقول لك برضو ان الزمالك عمل جيم جيد جدا، الاتحاد عمل جيم جيد جدا، لان بالنسبه له النهارده مباراه اكون او لا اكون يعني. الاتحاد النهارده لو كان فاز يا كابتن احمد كان هيلعب كونفدراليه مكان بيراميدز. خليني اقول لك ان بيراميدز النهارده يعني كل المشجعين السماوي كانوا بيشجعوا نادي الزمالك النهارده، عشان طبعا لان طبيعي ان الزمالك لو فاز النهارده بيراميدز صعد خلاص للكونفدراليه، فده امر طبيعي جدا. مبروك للزمالك لمده 24 ساعه زي ما قلت لحضرتك، ونستنى نشوف الاهلي ان شاء الله بكره هيعمل ايه. لا بس الاسماعيلي ممكن يعملها برضه. اتوقع هتكون مباراه جيده جدا. خليني برضه اقول لحضرتك ان احنا كنا
منفردين باعلان الكابتن محمد الحنفي حكما لمباراه الاهلي والاسماعيلي بالامس. وبالفعل تم التاكيد النهارده ولجنه الحكام اعلنت بالفعل ان الكابتن محمد الحنفي هو حكم غدا ان شاء الله ما بين الاهلي والاسماعيلي. خليني اقول لك برضو ان هيكون الكابتن محمود عاشور حكما للبار. معانا برضو بكره ان شاء الله كابتن احمد في اكثر من لاعب غايب طبعا فيهم اصابات وفيهم استبعاد فني مستر موسيماني. بالامس عايز اقول لك كان في تمرين قوي جدا 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 بالاضافه لتمرين النهارده المغلق كمان. اللعيبه كلها تقريبا رجعت باستثناء الكابتن بدر بانون برضو من خلال برنامج ملاعب بلدنا، نتمنى له الشفاء طبعا والعوده سريعا ان شاء الله فيروس كورونا. خليني برضو اقول لك يا كابتن احمد واشدد برضو على الموضوع ده ان هيكون غايب بكره بعض الاسماء الهامه جدا، سواء الكابتن محمود متولي قلب دفاع النادي الاهلي، الكابتن وليد سليمان، الكابتن محمد محمود، كل دي لعيبه برضو مؤثره رغم ان هم راجعين من الاصابات، الا ان برضو بكره مباراه مهمه جدا لا تقبل القسم على اثنين، سواء للنادي الاهلي كمان بالتحديد لانه بينافس على اللقب، الاسماعيلي كمان شكل ثاني مع الكابتن ايهاب جلال. احنا شايفين الاسماعيلي، عايزين بقى الاسماعيلي يرجع بتاع زمان كابتن احمد في انتظار مباراه الغد كده. بالفعل يا كابتن احمد الاسماعيلي اللي احنا دايما بنشوفه في الاربعه الكبار وفي المربع الذهبي، فان شاء الله بكره هنشوف مباراه جيده تليق بكلاسيكو مصر وكلاسيكو العرب بين الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله. ومشاهده ان شاء الله ممتعه لكل جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاسماعيلي. شكرا جزيلا استاذ اسلام محمد، طبعا ناقد الرياضه ومصر البرنامج، يعني على اللفته الجميله في توقعاتنا اللي طبعا قطاعات الناشئين، وفي نفس الوقت برضو مباراة في غاية الأهمية ومباراة طبعا ستكون مباراة مصيرية للنادي الأهلي، لأن طبعا بيلعب ند قوي وهو الإسماعيلي، وإن شاء الله المباراة كده تخرج إلى بر الأمان ونشاهد مباراة جيدة المستوى بين الفريقين. طبعا علام أحمد شحاتة مواليد 2005، أخبارك علام عامل إيه؟ الحمد لله لك. كله تمام؟ كله تمام. منين علام بقى؟ أنا من البحيرة، محافظة البحيرة، مركز حوش عيسى ولدها باللعيبه علام. قول لي كده مركزك ايه علام في الملعب؟ نلعب سرد باك. انت مساك اصلا. الانديه السابقه اللي انت بقى لعبت فيها؟ لعبت في المصري بورسعيدي. المصري بورسعيدي. ولعبت في نادي مدينه نصر. تمام. ولعبت في الزرقاء. طب كويس، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني المصري بورسعيدي مدينه نصر الزرقاء، وحاليا في المصري في سي ان شاء الله. المصري في سي. ربنا يوفقك كده ولو حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. رأفت قول لي كده انت مركزك ايه بقى؟ مركزي هاف ليفت. ديفندر؟ هاف ليفت. هاف ليفت تمام. لعبت فين قبل كده؟ لعبت في اكاديميات كتير ومنهم اكاديميه الاهلي. كانت تدعيمات جديده عندنا. تمام. واول ما اول حاجه اتمرنت خالص كان مع كابتن اسمه كابتن احمد الغواب. وبعدها كابتن اسمه كابتن زيزو. وبس وجيت نادي مصر على طول. ان شاء الله. طبعا احنا برضو بنكرر كلامنا، او بمعنى اصح اهو بنقوله بالنسبه للمسابقات، طبعا دوري الجمهوريه هيكون قاصر فقط على انديه الممتاز بقسميه، القسم الاول والقسم الثاني. هيكون طبعا في دوري للناشئين، بس هيكون دوري جمهوريه لانديه الممتاز الف مع انديه الممتاز الف، وهيكون في دوري ان شاء الله جمهوريه لانديه الدوري الممتاز به. طبعا هو بس الوضع احتمال بنتوقع برضه احتمال يتم تقسيم الى مجموعتين بالنسبه للمجموعه اللي فيها طبعا زي مجموعه القاهره فيها 16 فريق مثلا، هيبقى 8 حسب التوزيع الجغرافي و8 حسب التوزيع الجغرافي، ده مقترح احتمال يوافقوا عليه. والمقترح الثاني كله في مجموعه واحده زي الفريق الاول اللي هو مرتبط، ولكن طبعا احنا بنميل عشان برضو المصاريف الباهظة لقطاعات الناشئين بنميل لدوري المجموعتين، هيكون افضل وهيكون برضو حاجة كويسة وحاجة قوية تفيد قطاعات الناشئين بأندية الدوري الممتاز بقسميه ألف وبه. اما أندية القسمين الثالث والرابع طبعا هيكون في دوري منطقة تمهيدي لقطاعات لأندية القسم الثالث والقسم الرابع. طبعا ان شاء الله موسم طيب لقطاعات الناشئين اللي هيبدا بالفعل ان شاء الله فتره القيد باذن الله خلال اسابيع او اسبوعين ان شاء الله باذن الله، ويتم طبعا يوم 30 اغسطس هيتم ان شاء الله باذن الله بدايه القيد للموسم الجديد موالي موسم 21 وموسم 22.
رأفت انت بدأت في اكاديميات ومنها اكاديمية النادي الاهلي، كان في استفادة حقيقية في اكاديمية النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. مين اللي كان بيمرنك؟ كان مدير الاكاديمية كابتن اسمه كابتن احمد نبيل. تمام، كابتن احمد نبيل. كانت الاكاديمية في دمياط؟ كان دمياط الجديدة. الملعب كان فين بقى؟ كان في ملعب اسمه نادي المستقبل. في نادي المستقبل. تمام، واستفدت فعلا؟ استفدت طبعا. قعدت كام سنة؟ كان قعدت موسم، كانت سنة واحدة. موسم واحد. قبل كده ما لا كنت مع كابتن اسمه كابتن زيزو في محافظة دمياط، كنا بنلعب الزمالك وبنلعب نوادي تانية كتسويق يعني، كان اللي هو بنلعب كفرق والفرق دي تبص علينا برضه، اللي هو في عندي كويس يعتبر تسويق برضه. يعتبر تسويق. تمام، وانت ان شاء الله يعني ناوي يقرا في النادي المصري بقى السلوم اف سي بقى؟ والله هو نادي كويس وكل حاجه، وبرضه الواحد برضه يشد حيله ويساعد نفسه بنفسه. ربنا يوفقك كده ان شاء الله. قول لي علام كده، يعني بدايتك قبل ما تلتحق بالانديه كنت في اكاديميه؟ كنت في اكاديميه. اكاديميه ايه بقى؟ نجوم المستقبل. نجوم المستقبل مع كابتن شاكر السماح. كابتن شاكر السماح. شخصيه جميله كابتن شاكر، يعني من المدربين المميزين في قطاعات الناشئين بالامانه. وطبعا بنبارك للكابتن شاكر السماك طبعا على توليه المدير الفني للفريق الاول بنادي نهضه العمريه احد انديه القسم الثالث بمجموعه الاسكندريه. طبعا علام، انت كمركزك سرد باك، افضل مباراه لعبتها في خلال مشوارك في المباريات؟ افضل مباراه لعبتها مع نادي مدينه نصر. كنا بنلعب الاهلي ماتش ودي ولعبنا المباراه دي. دي كانت افضل مباراه لي. طيب معانا طبعا مراسلنا الجميل الكابتن احمد عبد السلام العربي. اهلا وسهلا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن احمد، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بالصحه والسلامه، اخبارك ايه يا كابتن احمد؟ انا بخير والله، كله تمام يا كابتن. كابتن احمد، تردد ان النادي بالاس طبعا في بعض المشاكل، ولكن المستثمر جه ومضى العقود، المستثمر مشي، الدنيا طبعا في طبعا الدنيا بايظه هناك في بالاس، فعايزين نعرف حقيقه هذا الموضوع. لا مش كده بالظبط يا كابتن احمد، وطبعا نادي بالاس نادي عريق ووصل للدوري الممتاز او الدرجه الاولى. تمام. عام 84 على ما اعتقد، وخرج لعيبه كبيره جدا زي مصطفى فتحي وغيره. تمام. ولكن طبعا مع اقتراب انتخابات مجلس الاداره هناك شد وجذب، وطبعا المستشار محمد طلبه رئيس مجلس اداره نادي بالاس، والكابتن او النجم الكبير طبعا الكابتن احمد سالم نائب رئيس مجلس الاداره. تمام. تعاقدوا مع كابتن هيثم عرابي اللي هو في الاصل ابن من ابناء نادي بالاس. تمام. فجي جرب تجربه الاحتراف على اساسها كابتن ان يصعد بفريق بالاس للممتاز به في العام الموسم الماضي اللي انتهى، ولكن يعني كما يزعم البعض ان كان فيه بعض المشاكل المتعمده. تمام. لعدم وصول نادي بالاس للممتاز به خصوصا في الدور الاول من هذا الموسم. طيب. ولكن منذ ايام قليله تم الاعلان عن كابتن هيثم عرابي مكمل مع نادي بالاس، وفعلا ابرم بعض الصفقات مع بعض اللعيبه، ولكن اليوم في قرار مفاجئ على السوشيال ميديا تبين ان الكابتن هيثم عرابي اعتذر، او سوف يتم فسخ العقد مع الكابتن هيثم عرابي، واحد انديه الممتاز به تقترب بشده من الكابتن هيثم عرابي. طبعا اسم كبير كابتن هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في النادي الاهلي، ولكن كان في اجتماع طارئ اليوم يا كابتن احمد مع مجلس الاداره، ثم اجتماع يليه مع الكابتن هيثم عرابي، وحاليا يعني فلسه مش عارفين القرارات الاخيره. يعني ممكن القرار ده يتلغي اللي هو الاعتذار او فسخ التعاقد، لسه هيبان في الايام القادمه ان شاء الله، صح؟ والله يا كابتن احمد بنسبه كبيره جدا اعتقد ان كابتن هيثم عرابي كان على امل انه يبني من ابناء بالاس ان يعود بالاس الى الممتاز به، ولكن يعني ما بكون واخد قرار الكابتن هيثم يعني بكون درسه كويس بنسبه 90%. كابتن هيثم عرابي اعتقد هيكون خارج بالاس ويقترب من احد الانديه الاخرى. مين المدير الفني الجديد لنادي بالاس يا كابتن ولا لسه؟ الكابتن
كابتن حسام الشربيني يا كابتن اللي كان بيقود بالاسف الموسم الماضي في الدور الثاني من الموسم الماضي، وطبعا عمل نتائج مبهره في الموسم في الدور الثاني من الموسم الماضي. تمام. وهو مستمر مع بالاس يا كابتن، وفي تحدي كبير جدا ان فريق بالاس يصعد السنه دي رغم ان المواجهات القويه او النديه بينه وبين نبروه وبني عميد وبني عبيد اللي عاد الى القسم الثالث في هذا الموسم. طبعا اتفضل اتفضل يا كابتن احمد معاك اتفضل. بقول لحضرتك يا كابتن، طبعا انت عارف ان في انتخابات قريبه جدا، والناس في بلاد بتعشق كره القدم، وطبعا رئيس مجلس الاداره المستشار محمد طلبه ونائب رئيس مجلس الاداره الكابتن احمد سالم النجم الكبير طبعا في عصر بلقاس الذهبي. ولكن طبعا اقولها دايما ان بلقاس يعني ارض خصبه للمنافسه، والكل يريد ان يقدم ما في بعبته من اجل بلقاس وجماهير بلقاس العاشقه لهذا الكيان. نتمنى طبعا التوفيق والصعود لنادي طبعا بلقاس الرياضي. شكرا جزيلا كابتن احمد العربي مراسل البرنامج. علام يعني كلمني كده، افضل مباراه كنت بتلعبها كان في مدينه نصر. تمام. ده افضل مباراه ليك اللي انت لعبتها. تمام. انت بقى تطلعاتك في الفتره القادمه بقى ان شاء الله باذن الله، هدفك؟ هدف ان انا نوصل لحاجه كويسه. ماشي. ونفسه على الدوري. انت الاول لازم تكلم اهو. اهلاوي. اهلاوي. بكره هتضرب من الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا علام. قول لي كده يا علام، يعني حاطط هدف ان انت تبقى تصعد للفريق الاول؟ حاطط هدف كبير ان شاء الله ان انا اصعد للفريق الاول. ماشي. ونحقق حاجه كويسه كده. تمام. ماشي. ولو حاجه كويسه كده ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يوفقك يا علام. رأفت محمد بلبول مواليد 2004، طبعا انتوا طبعا حلويات بلبول ديت مسيطرة على دمياط صح؟ طبعا. جبت لنا بس كده المصنع كله. حبيبي. قول لي كده بلبول، يعني انت بدايتك زي ما قلت لي كان اكاديميات وثم اكاديميه النادي الاهلي، في بقى استفاده استفدتها في اكاديميه النادي الاهلي؟ طبعا يعني. تمام. كنا بنلعب مثلا ماتشات وكده، وبحفظ الملعب ال 11. تمام. وكان ماتشات بس مثلا تحت ضغط وكده. تمام. ربنا يوفقك كده. قول لي بقى تطلعاتك في الفتره القادمه ايه ان شاء الله؟ والله هو ان شاء الله مثلا اني العب كويس بحيث ان اتصعد ممتاز الف، وان شاء الله العب في النادي الاهلي، ومثلا مفيش سقف للطموحات، مثلا سلمه لحد ما اوصل اللي انا عايزه. ربنا كده يوفقك ويكرمك كده ان شاء الله. علام، انت حابب تشكر مين بقى ساعدك في المجال بقى؟ حابب اشكرك انت الاول يا كابتن حواس. حبيبي حبيبي علام. واحب اشكر والدي ووالدتي. كل ما كده شايف الحاج صراحه يعني بص بيلبي رغباتك وعايزك تبقى حاجه، فانت جدع عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. كل ما ساعدني في هذا المشوار. اشكر الكابتن محمد بيبو، واشكر الكابتن شاكر السماك، واشكر الكابتن رضا البشبيشي. واحنا بنشكرك يا علام. حابب تشكر مين بقى محمد يا رأفت؟ طبعا لو اشكر حد فوالدي بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. يعني والدي واخويا الكبير وكل حاجه بصراحه. العيله كلها. والله. ماشي يا رأفت. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا ضيوفي الكرام، اللاعبين من لاعبي قطاع الناشئين بنادي المصري السلوم احد انديه الممتاز به الصعد حديثا، وان شاء الله باذن الله نلاقوهم في دوري الجمهوريه ان شاء الله باذن الله، ويحققوا طبعا طموحاتهم من خلال المستوى ان شاء الله المعهود لهم. طبعا شكرا جزيلا علام. شكرا. شكرا رأفت. ربنا يوفقك كده ان شاء الله باذن الله. هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا نجوم نادي المصري اف سي الصاعد حديثا للدوري الممتاز به. ورجعنا لكم تاني طبعا، انضم الي طبعا في هذه الفقره فقره مواهب على الطريق، اللاعبين المنضمين حديثا لقطاع الناشئين بنادي المصري السلوم اف سي احد انديه الممتاز به. طبعا معايا اللاعب احمد خالد مواليد 2002. اهلا وسهلا يا ابو حميد. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. تمام. تمام الحمد لله. الحمد لله. انت الاول يا ابو حميد.
تاني برضه اهلاوي. انا ما بشجعش حد الدوري المصري. طيب ومعايا اللاعب الجميل لاعب يحيى سالم مواليد 2003. انا وسام يحيى. اخبارك ايه؟ ومعايا اللاعب وائل محمد سعيد مواليد 2002. انا وسام وائل. كله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. قول لي احمد خالد، انت ما بتشجعش الفرقه المصريه ليه؟ انت مصر كلها بتشجع الاهلي. لا ما فيش منافس للاهلي عشان حد يشجعه. ولا انت مش ولا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا يعني كويس، اول ما اشوف لعيب ولا اهلاوي ولا زملكاوي. لكن طبعا انت بتشجع برشلونه بس. ميسي راح فين بقى؟ باريس. باريس سان جيرمان. تمام. زعلت ولا ايه؟ اكيد ده برشلونه زعلت. قول لي يا احمد، انت مواليد 2002، مركزك في الملعب بقى؟ انا بلعب ديفندر وباك رايت. ديفندر وباك رايت. طب كويس، يعني حاجه كويسه. يحيى سالم، قول لي بقى انت مركزك في الملعب؟ برضه ديفندر، بس انت مواليد 2003 صح؟ ايوه. تمام. وائل السعيد؟ انا سد باك. تلعب مساك. مواليد 2002. تمام. طيب قول لي كده يحيى، انت بدات فين كده؟ في محله حسن في البلديه. لعبت في بلديه محله. حاليا دلوقتي يعني جاي كام عرض كده من. انت بقى مركزك في الملعب؟ ديفندر. بلعب ديفندر. بتلعب مركز ديفندر؟ 8. 8. ايوه. وجاي عرض من طلع الجيش. تمام. وسموحه. كان عندكم ماتش النهارده؟ لا. ولا كان امتى يا وائل؟ امتى؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام. كان مع مين؟ مع شيمين الكون. تمام. وعملتوا بقى؟ كوكاكولا. كوكاكولا؟ عملتوا ايه؟ كوكاكولا تعادلنا 3-3 وشيمين الكون 2-1 لينا. طب كويس والله. قول لي يا وائل كده، انت بدأت فين بقى؟ انا بدأت في اكاديمية الكابتن مختار كفر الشيخ. بعد كده رحت الاتحاد. بعد كده انضمت للنادي المصري. تمام. احمد خالد، كلمني كده، يعني انت في البدايه بدات فين؟ انا بدات في اكاديميه في القريه اللي انا فيها. وبعد كده رحت اكاديميه المقاولين، ثم بعد كده مع الكابتن مجدي رحت سموحه والاتحاد واخر حاجه بيراميدز. بس الكابتن مجدي صح، يعني شغال شغل كويس وعامل حاجه كويسه. قول لي بقى، انت احكي لي بقى بتعملوا ايه بقى، واللعب كده والنشاط الوديه. كان عندنا ماتش من 3 ايام، وقال لي يعني ان شاء الله ابدا فتره معاشه مع الزمالك. ربنا يوفقك ان شاء الله. وقال لي تخلص فتره معاشه وان شاء الله نشوف حاجه بره بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله. وانت يحيى كده نفس النظام كده، لعبت المباريات الوديه اللي انت بتقول عليها دي؟ ايوه. كنت اساسي؟ ايوه. وفي عرض من طلائع وسموحه. جالك عرض في ماتش الطلائع يعني؟ وسموحه وكاكاكولا. ربنا يوفقك كده. وانت وائل؟ تمام. ايه برضه لعبت المباراه؟ لعبت. كنت مميز كده؟ ان شاء الله عديت كويس جدا، يعني مبسوط من ادائي الفتره دي، بتقدم اكتر واكتر يعني. تمام. طبعا ما ننسوش برضه يعني التذكير، طبعا لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم حددت المسابقات للناشئين ان شاء الله في منتصف شهر 9 باذن الله، وتحددت ايضا القوائم كل مرحله سنيه عدد 30 لاعب. بالنسبه للفريق الاول مواليد 99 وما بعدها، طبعا قائمه منفصله بعدد 5 لاعبين برضه كويسه، يعني 35 لاعب في الفريق الاول لجميع الاقسام طبعا، من القسم الاول حتى القسم الرابع، دي حاجه كويسه. بالنسبه لعدد البراعم طبعا زي ما قلنا 50 لاعب يتم خوضهم في مراحل البراعم، برضه دي حاجه كويسه. كانت مقفوله السنه اللي فاتت عددهم 30 فقط، لكن احنا زي او 35، لان احنا زي ما احنا عارفين البراعم كتير قوي، فلازم طبعا يكون في اعداد كبيره، ولكن 50 لاعب برضو عدد لا باس به في للانديه كلها ان شاء الله. وطبعا ما ننساش برضو نتكلم عن الاستثمار الرياضي طبعا بمفهومه الصحيح ومفهومه الجيد، رعايه اللاعبين المميزين داخل قطاعات الناشئين طبعا لتسويقها لانديه ممتاز، وفي نفس الوقت طبعا يتم الاستفاده من خلال المستثمر او من خلال او للاعب. معانا الكابتن محمد رباع المشرف على اختبارات نادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز به بمدينه العريش. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا
اهلا بيك كابتن احمد فواز، مشرفنا ومنورنا وشرف ليا طبعا ان انا اتواجد مع حضرتك حبيبي في مقامه اعلاميه كبيره، طبعا كل الشرف وكل التحيه ليك حبيبي كابتن محمد. طبعا انتوا يعني احنا لبينا رغبه اهل سينا باختبارات نادي المصري في نادي نجمه سينا، وطبعا ان شاء الله باذن الله انت كمشرف عام على اختبار على هذه الاختبارات، انت شايف الرؤيه المستقبليه لهذه الاختبارات على اي اساس؟ طيب احنا اول حاجه بنرحب بيكم طبعا في سينا بلدكم الثانيه بلد الابطال، المدربين وصلوا الاول، بنرحب بالكابتن احمد جودار طبعا القيمه والقامه الكبيره اللي موجوده، كابتن محمد بالكابتن شادي مشايخ وصلوا الاول وصلوا الكابتن وصلوا يا كابتن. طب الحمد لله وصلوا موجودين معانا، هم مشرفينا ومنورينا طبعا، كل التحيه ليهم. تمام يا كابتن. كابتن صلاح عاطف طبعا موجودين معانا، احنا كابتن شرف لينا ان انتم تكونوا متواجدين معانا. طبعا معانا كابتن كمان محمد قعود المدير الفني لنادي نجمه سينا بيستضيف الكباتن، ومحمد الكابتن محمد سلامه المدير نادي النجمه، والكابتن قعود المشرف العام، ليكونوا في استقبال نجوم مصر يا باشا ان شاء الله باذن الله. بدايه الاختبارات امتى ان شاء الله كابتن محمد؟ بداية الاختبارات بكرة بإذن الله كابتن أحمد الساعة 3 بإذن الله. الساعة النجمة. الساعة 3 فين هيكون مكان الاختبار المختبرين؟ المكان هيكون يا كابتن في نادي النجمة، النادي العريق من أكبر أندية شمال سيناء، زعيم شمال سيناء. لا طبعا نادي النجمة طبعا له كل التقدير والتحية، طبعا من أقدم وأفضل الأندية بسيناء، طبعا بقيادة الكابتن قعود والكابتن محمد قعود والكابتن محمد سلامة اللي عاملين طفرة جيدة لقطاعات الناشئين في هذا النادي، وإن شاء الله يكون صعوده للممتاز به في القريب العاجل بإذن الله. كابتن بإذن الله. فضل كابتن محمد. كابتن محمد بالنسبة للأعمار السنية في الاختبارات غدا إن شاء الله بإذن الله، هل كافة الأعمار ولا مختارين عدد معين؟ لا احنا عاملين لحضرتك المواعيد، المواليد هتبدا من 2001 ل 2004 2005 2009 2009 لغايه 2012، هنعملهم ثلاث مواليد باذن الله. تمام. ولو في مثلا حد جه في الاختبارات وكان مناسب لينا، الكباتن طبعا الكابتن احمد دودار والكابتن شادي مشايخ قالوا ان هم مش هيرجعوه، وان هم باذن الله هيختبروه وهيعملوا كل الجهد بتاعهم ان شاء الله في اسعاد ابناء سينا وتوصيل صوت ابناء سينا ولاعيبه شمال سينا الى اعلى المستويات باذن الله بفضل ربنا ثم بفضلكم ان شاء الله. كابتن محمد بالنسبه ان شاء الله فتره الاختبارات كم يوم في سينا؟ باذن الله هيكونوا الكباتن مشرفينا ثلاث ايام في استضافه نادي النجمه زعيم شمال سيناء. تمام. هيكونوا عندنا ان شاء الله ثلاث ايام ان شاء الله باذن الله. طبعا كل التوفيق طبعا لاهل سيناء طبعا اللي هم على راسنا طبعا، وناس يعني عندهم لعيبه يعني مدفونه بالامانه، صالح جمعه طبعا من هناك وعبد الله جمعه يعني لعيبه مميزه. كابتن محمد احنا ممكن نلاقوا برضو امثال هؤلاء اللاعبين؟ كابتن احمد فواز احنا عندنا كوادر رياضيه لاعبين على اعلى مستوى، لاعبين جيدين، لاعبين يصلحوا ان هم يلعبوا دوري ممتاز مش ممتاز بس كل اللي احنا محتاجينه نظره ان الناس تشوفهم زي ما حضرتك تشرفت وسلطت الضوء على ابناء سينا وابناء نادي نجم سينا بالتحديد، فاحنا بنوعدك ان شاء الله ان احنا هنطلع لحضراتكم خير شباب شمال سيناء ان هم يكونوا موجودين معانا بفضل ربنا وبفضل نادي نجم سينا والكباتن كابتن احمد دودار والكابتن شادي مشايخ والكابتن محمد سلامه. شكرا جزيلا كابتن محمد رباع من مدينة العريش. طبعا اختبارات نادي المصري ان شاء الله ستقام غدا بمدينة العريش وبالاخص في نادي نجمة سينا النادي العريق، وتستمر هذه الاختبارات لمدة ثلاث ايام طبعا ان شاء الله ليتم انتقاء بعض اللاعبين الجيدين لانضمامهم لقطاع الناشئين. طبعا دي حاجة كويسة. طبعا في اختبارات ان شاء الله بإذن الله هتكون في الصعيد ان شاء الله بعد اختبارات العريش، بحيث ان احنا ان شاء الله بإذن الله نسلط الضوء على كثيرا من اللاعبين الجيدين المميزين ان شاء الله، اللي يكون لهم دور جيد في ودور فعال في مسابقات الناشئين. يا ريت لو الصور تجهزوها لنا كده. احمد خالد كلمني بقى عن طموحاتك في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله أقدم مستوى كويس مع الفرقة اللي أكون موجود فيها وننافس برضه على البطولة اللي هنلعب فيها إن شاء الله. تمام. هذا كل هدف إن شاء الله في المرحلة. يعني أنت حاطط هدف إن شاء الله عايز توصل له. إن شاء الله. وأنت بقى وائل؟
انا رايح فترة معاشة في الزمالك. تمام. ان شاء الله اقدم مستوى كويس واعمل كل اللي اقدر عليه عشان اثبت نفسي، وان شاء الله اكون يعني اكمل الاتحاد. تمام. ونادي المصري وكده ونلعب الدوري يعني ان شاء الله. وربنا يوفقك. وانت يحيى كده. والله يا كابتن يعني الناس دي ما طلعت الجيش يعني في طموحات اكتر من كده، انه واحد نفسه يلعب بره وحقق كل اللي يتمناه يعني. يعني ربنا يقدم في الخير واللي احنا نتمناه وكده نكون في خير يعني، ونحارب على البطوله مع نادي الاهلي. يعني نفسي العب في الاهلي وكده. الجدع وبره المستوى اللي هيوصلك، مش اي حاجه ثانيه. مستواك كويس هتوصل طبعا. مستواك مش كويس اديك مارست واشتغلت وتأيدت ولعبت وشاركت كمان في المباراه، يعتبر نشاط ان شاء الله. يعني الواحد جاله طلع الجيش كله وكده اكيد يعني ربنا. طول الواحد بيشتغل وبيتعب هيلاقي يعني باذن الله الاهلي جاي ان شاء الله كده لو حاجه كويسه ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. وانت بقى وائل؟ انا طبعا زملكاوي حلمي يعني البس شيرت الزمالك ان شاء الله. انت زملكاوي حبيبي. مبسوط من الماتش النهارده ومبسوط من اللعيبه اللي هم عاملوا النهارده. تمام. الروح القتاليه وهتتبسط اكتر بقى مباراه الاسماعيلي تتفرج يعني. طبعا طبعا ان شاء الله الزمالك هيفوز اصلا ان شاء الله كده. الزمالك يبقى بطل الدوري السنه دي ان شاء الله. ولا بنحلم؟ لا ان شاء الله يعني هو الدوري في الملعب لسه يعني. ماشي. قول لي يا احمد الخير بقى، انت يعني يعني تطلعاتك اللي انت توصل لحاجه كويسه، هل انت بص للاحتراف؟ الصراحه يعني اي لاعب بيتمنى ان هو يحترف. بس الاحتراف طبعا مستوى، لازم يكون مقيم في نادي ممتاز الف او ب، تمام، معمول لك عقد احتراف محترف في بلدك، تمام، وبعد كده تسافر، لان مستواك هو برضو اللي طبعا هيوصلك للمكانه الصحيحه. يا ريت نعرض الصور كده بتاعت اللاعبين المنضمين لقطاع الناشئين هذا الموسم. تمام. ايوه ده احد البراعم اللي طبعا في قطاع البراعم بنادي المصري من اللعيبه المميزه جدا اللي طبعا يعني موهوب. الواد جالنا حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه مفرحه من اللعيبه الموهوبين، مراوغ جيد جدا من طبعا اللي هيكون لهم مستقبل طيب ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل. برعم من براعم نادي المصري اف سي. طبعا لاعب علام احمد شحاته طبعا من اللاعبين المميزين اللي موجودين في مواليد 2005، لعيب مساك صلد، لعيب جيد، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله ويتم تصعيده للفريق الاول. طبعا مضى على عقود الاتحاد. طبعا برضو ده احد البراعم الموجوده في قطاع البراعم بالنسبه لنادي المصري. طبعا كابتن احمد ضدار مدير قطاع البراعم طبعا من المدربين الاكفاء اللي عامل طفره كويسه واختيارات اللاعبين. اللاعب اسلام حنفي من اللعيبه المميزه مواليد 2003 مع الكابتن الشناوي، طبعا شغله كويس وعامل يعني واد كويس جدا مساك كويس. اللاعب كريم من اللعيبه المميزين اللي انضموا للقطاع هذا الموسم، وان شاء الله باذن الله نتنبأ له بمستقبل طيب. اللاعب كريم من اللعيبه المميزين جدا مواليد 2004، جسمه كويس جدا ومن اللعيبه المميزين. اللاعب احمد مسعد مواليد 2005 من اللعيبه خط وسط مهاجم، لعيب كويس جدا مهاري، من اللعيبه اللي ان شاء الله نتنبأ لهم في فريق ال 2005 بقياده الدكتور خالد الجمال والكابتن احمد الفخراني طبعا رئيس قطاع الناشئين. وطبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله يظهر اكثر من لاعب في انديه الممتاز به ان شاء الله باذن الله في هذه المسابقات دوري الجمهوريه ان شاء الله. اللاعب برضو من اللعيبه المميزه اللاعب طبعا عبد الله خالد من اللاعبين المميزين اللي تم انضمامهم لقطاع الناشئين برضو مواليد 2004، من اللاعبين المميزين المتواجدين داخل القطاع. اللاعب محمود محمد كمال برعم مواليد 2010 من اللاعبين المميزين جدا والموهوبين اللي ان شاء الله نتنبأ لهم بمستقبل طيب، من اللعيبه المميزه جدا طبعا بقياده الكابتن احمد دودار. احمد مصعد وهو بيوقع عقود النادي، لان النادي ممكن قدام الناشئين ممكن يوقع على عقود، تمام، لان في فرق ما بين الاستماره والعقود وبرضه هقولها واشير اليها بعد الصور. اللاعب المميز طبعا اللاعب طبعا عبد الله خالد من اللاعبين المميزين
ابن خالد حجازي من اللاعبين المميزين، وهذا برعم برضه من البرعم الجيدين الموجودين داخل القطاع. امين شاكر او شاكر امين مواليد 2004 من اللاعبين المميزين داخل القطاع، لعيب مساك طبعا على اعلى مستوى، احد البرامج برضو بقطاع البرامج بنادي المصري اف سي. طبعا لاعب امين شاكر طبعا او شاكر امين لعيب مميز جدا مواليد 2004، وتم طبعا انتقائه من الاختبارات وتم توقيعه من اللاعبين المميزين اللي نتنبأ لهم بمستقبل طيب وباهر ان شاء الله في القريب العاجل. اللاعب النجم مواليد 2009 اللاعب يوسف محمد من اللاعبين المميزين، لاعب موهوب جدا بمعنى الكلمه، من اللعيبه اللي ان شاء الله نتنبأ لهم بمستقبل طيب. لاعب النجم محمود اشرف سلامه الشهير بديانجي ابن مدينه ديروط محافظه اسيوط، طبعا ان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب، من اللعيبه المميزه جدا مواليد 2006. اللاعب عبد الله من اللعيبه المميزه مواليد 2006 ايضا، من اللاعبين المميزين داخل قطاع هذا الموسم، يعني حاجه مفرحه، ولد طبعا امكانياته عاليه جدا، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب وباهر باذن الله. ده اللاعب يوسف برضه البرام ده، يا ريت نوقف شويه، ده شعار النادي المصري السلوم اف سي عشان ما يبقاش في خلط. النادي المصري بورسعيدي والله بيلعب في الممتاز الف، ما بيلعبش في الممتاز ب، لان الناس بيقولوا المصري بورسعيدي، احنا بنقوله احد انديه القسم الثاني الصاعد حديثا للممتاز ب، برضه الناس مصممه يا كابتن ده المصري بورسعيدي، المصري بورسعيدي والله بيلعب في الممتاز الف ما بيلعبش في الممتاز ب. ده نادي المصري، ده الشعار بتاعنا والختم بتاع النادي، اللي هو الختم ذات نفسه اللي هو بنختمه بيه لاستغناءات اللاعبين وعلى استمارات القيد وعلى العود، نفس النسر باللزق، هو هو الختم، الختم اللي هو الحي اللي معتمد بالاتحاد المصري لكرة القدم، عشان بس ما بقاش فيه لبس، في فرق ما بين النادي المصري السلوم وفرق ما بين المصري البورسعيدي. المصري السلوم صاعد من القسم الثالث للممتاز به، يعني صاعد حديثا، اما المصري البورسعيد موجود في الدوري الممتاز، وكلنا عارفين المصري بورسعيد مش في الممتاز ب، في الممتاز الف، عشان اللي بيتفلسف بس وبيبدا يعلق ويستخف دمه على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ده المصري بورسعيد، احنا بنقوله اسمه المصري السلوم اف سي الصاعد حديثا لانديه الممتاز ب، عشان بس الكلام ما يؤولش ويبقى فيه لبس ما بين الافراد. طبعا من اللاعبين المميزين اللي انضم طبعا لقطاع الناشئين بنادي المصري اف سي اللي نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله وباهر ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. اللاعب طبعا عبد الله حجازي من اللاعبين الكويسين، ان شاء الله باذن الله نشوفهم لعيبه مميزه باذن الله. احنا يا دوبك عاملين حافز للعيبه للظهور على شاشه البرنامج، لان طبعا دوت لاعبين موهوبين بمعنى الكلمه، اللي ان شاء الله نتنبأ لهم جميعا بمستقبل طيب في القريب العاجل باذن الله. بالنسبه برضو عايزين نتكلم عن قطاعات الناشئين، طبعا بالنسبه للدكتور خالد الجمال مدير فني الى 2005، ومعه الدكتور محمد الجزاوي، طبعا عاملين فرقه محترمه، فرقه كويسه تنافس هذا الموسم ان شاء الله باذن الله، وكذلك بقيه الاعمار ان شاء الله باذن الله هنحاول بقدر الامكان نستضيف مدربين قطاع الناشئين بنادي المصري السلوم اف سي احد انديه الممتاز به والصاعد حديثا للممتاز به، ان شاء الله باذن الله هنستضيفهم باذن الله في القريب العاجل، بحيث نعرفوا الناس جايبين مدربين على اعلى مستوى ان شاء الله باذن الله، بحيث ان شاء الله باذن الله يبقى في حاجه كويسه في القطاع من نتائج طيبه من ظهور وانتقاء لاعبين مميزين ان شاء الله ليتم تسويقهم وتاهيلهم لانديه الممتاز الف ان شاء الله. قبل ما اختم بقى حابب تشكر مين احمد خالد بقى في المجال؟ في المجال اشكر الكابتن مجدي اللي واقف جنبي، يعني كابتن مجدي دلوقتي من الشخصيات المحترمه الجميله اللي عامل طفره في قطاعات الناشئين على طبعا مختلف الانديه. تمام، حابب تشكر مين بقى خارج المجال؟ يعني اهلي واصحابي اللي بيدعمونا على طول يعني. والبلد كلهم؟ اه بلدنا طبعا. ماشي، انت منين بقى يا احمد؟ من المنصوره. منين المنصوره؟ منيه النصر. منيه النصر احسن ناس. الله يخليك. وائل اللي قول لي بقى انت حابب تشكر مين بقى؟ حابب اشكر اهلي، كابتن مختار داود، كابتن مجدي،
وفي شخص تاني بعدين بقى كل بعدين تبقى تشكره بعد الحلقة. هو لا طبعا هو عارف حبيبي. يحيى حابب تشكر مين بقى؟ طبعا ابونا كابتن مجدي يعني رقم واحد بالنسبة لي. تمام. و حابب تشكر مين بقى خارج المجال؟ يعني امي وابويا ربنا يخليهم لك كده. كابتن احمد عيد كابتن اوتو كده الناس برضه اللي بتساعدني. يلا ربنا يوفقكم كده ويكرمكم كده ونلاقوكم ان شاء الله باذن الله. طبعا في كل فقره او في كل حلقه ان شاء الله باذن الله فقره مواهب على الطريق بنجيب اللاعبين المنضمين حديثا لقطاعات الناشئين بنادي المصري السلوم اف سي احد انديه الممتاز به والصاعد حديثا. ان شاء الله باذن الله بنكرر ان دوري الجمهوريه هيكون قاصر على انديه الممتاز بقسميه، القسم الاول والقسم الثاني فقط لا غير. اما القسم الثالث والقسم الرابع هيتم عمل دوري منطقة او هيكون تمهيدي لقطاعات عشان بس يبقى الناس عارفة شكل الموسم الجديد شكله ايه. واحنا طبعا عايزين طبعا يبقى في قوة في المنافسات وقوة في قطاعات الناشئين لان هم النواة الحقيقيون لطبعا الفرق الخاصة بهم وفي نفس الوقت للمنتخبات الوطنية ان شاء الله باذن الله. لان طبعا في المنتخبات طبعا في لعيبه بسم الله ما شاء الله في منتخب 2006 من انديه ومراكز الشباب، يعني اول مره اشوف الكلام ده والله، مراكز الشباب وانديه في يعني انديه شعبيه وموجودين بيمثلوا المنتخب الوطني المصري مواليد 2006. دي لفته طيبه من الكابتن طبعا مؤمن سليمان، دي حاجه كويسه جدا، يعني ميزه ان الباب مفتوح لجميع من غض النظر عن بيلعب في نادي ايه ولا اهلي ولا زمالك، لا المستوى هو الاساس. ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 12 وبرنامجكم برنامج بلاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.